توفيق الآغا، قصة إبداع وكفاح في زمن الحرب. امتهن الصحافة محرراً ومصوراً فوتوغرافياً، وحفر بصمته المهنية في مسيرة المؤسسة الصحفية الأقدم في البلاد، مؤسسة الجمهورية في تعز. هو اليوم يختزل قصة تعز المكافحة الواقعة تحت ظرف قهري خاص. يعيش الحدث كأحد صانعيه، ويحصد المعاناة القاسية مثله مثل بقية أبناء المدينة التي تعرضت لحرب لا هودة فيها، ولحصار واستنزاف لكل المقدرات، ولا تزال تعاني من إهمال الحكومة إهمالاً أسلم توفيق وأمثاله من أبناء تعز لحالة شديدة من اليأس المقاوم. أصبحنا متعودين على الحياة الصعبة للإعدام الغادر والإعدام الريال في الجيب، يعني ناتج نقطع الرواتب، وأحيانا ما نجد شيء الغاز حتى مع وجود هذه المحطات في بيع الغاز بألف. هذا هو ما تبقى من منزل توفيق الآغا الذي يختزل لقبه تاريخا من المجد. انحسرت مساحة الحياة في المنزل إلى هذا الممر وهذا الموقد. هنا تتأسس حياة توفيق الجديدة بانتظار انفراجة يبدو أنها تمشي ببطء مثير للإحباط صوب هذه المدينة. والذي أهملون من كشوفة الجرحى، لكن أنا أفتخر وأعتز أن دمائي كانت من أجل تعز. لا يزال توفيق يحتفظ ببعض البقايا من أدوات القتل والدمار والحصار التي تلخص المسيرة المتوحشة للميليشيا الإنقلابية في هذه المدينة المجروحة. هنا تعمدت الميليشيا حرق المنازل واستهداف كل ما يدعم حياة الناس ويبقي على وجودهم، بما في ذلك خزانة المياه. الحوثيين في بداية تمركزهم وحصارهم على المدينة مع شهر إبريل وشهر مايو بدأوا بضرب جميع ما يحتاجه المواطن من مياه، من خزانات مياه. في مسيرة التغيير المفعمة بالأحداث، اختار توفيق الوقوف في صف الثورة والثوار، وكافح عبر السنوات الثلاث الماضية مع زملائه من شباب الثورة وقادتها في إفشال الثورة المضادة. ولعل حشرجات صوته المخنوق بالحزن ما يلخص قصة الحب الخالدة التي تجمع توفيق بهذه المدينة. وكل ما نتمنى أنه تعود، وأمنا أن تعود مدينة تعز إلى ما كانت عليه في أحد الزمان، عندما صدرت المدنية إلى كل المدن اليمنية. هذه بغيتنا، هذا حلمنا، هذا أملنا المنشود. آه يا تعز، كيف اعتقد محاصروك يوما أنهم سينالون من روحك النبيلة التي تسري في روح توفيق الآغا وزملائه، وهم يصدرون الأمل بعهد جديد ويمن أجد. Thank you.